بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن العلاج بالحجامة. تقوم العديد من المعاهد والمراكز الطبية العالمية اليوم بتدريس الحجامة كعلاج شعبي. هناك العديد من مواقع الانترنت تنشر نتائج لدراسات حول فوائد الحجامة وأثارها على مختلف الأمراض، وهذا العلاج موجود منذ 30 عام، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على فوائده الطبية، لأن النبي الكريم لا ينطق عن الهوى بل بما علمه الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصلحة العباد وأخبر بهم من أنفسهم، والله أعلم.